السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مشاهدينا الأعزاء في كل مكان، بنرحب بحضراتكم. تفاصيل الخبر المنتشر على السوشيال ميديا، حقيقة وفاة محمد عادل داخل السجن. للأسف خبر صادم انتشر على كل السوشيال ميديا في الساعات اللي فاتت. هنكشف لحضراتكم حقيقة الموضوع، ولكن في البداية ادعمونا باللايك، ويشرف لينا جدا لو ضغطتوا اشتراك في القناة. طبعا محمد عادل المعروف انه موجود في سجن جمصة المشدد، موجود في الحبس الانفرادي، ووالدته كانت زارته في يومين اللي فاتوا. وطبعا للأسف بعد الزيارة بيومين انتشر خبر الوفاة على كل وسائل التواصل الاجتماعي. في البداية خلينا نوضح لحضراتكم ان الموضوع غير حقيقة، وان محمد عادل مازال على قيد الحياة، ولكن اسمحوا لي اوضح لحضراتكم كمان انه ليه تم اعلان خبر زي كده في الوقت ده تحديدا. من يومين كانت محمد عادل، ام محمد عادل واخته ندى، زاروه داخل السجن، وهو طبعا كان في حالة انهيار شديدة جدا، ووالدته كانت منهارة وكانت برايحة السجن رجل برا ورجل جوه، ما كانتش قادرة تمشي، ولكن كانت يعني رايحة علشان تشوف ابنها اللي خلاص يعني على وشك الاعدام. فراحت فلقيته في حالة هزيان وما بياكلش ولا بيشرب، وكان في انهيار تام، وده خلاها تعبت اكتر من التعب اللي كان عندها. طبعا محمد عادل بدأ يكلمها ويقول لها: يا ماما انا مش عارف انا عملت كده ليه، وبصراحة انا خايف جدا لا يعدموني. قالت له: يا ابني ما تخافش، المستشار الكبير فريد الديب واقف معانا، وربنا موجود، وان شاء الله هتاخد يعني حكم مخفف بعد قبول النقد. طبعا الزيارة خلصت وانتهت، والدة محمد عادل اتعرضت لوعكة صحية، تم نقلها الى المستشفى، ومحمد عادل جوه بسبب قلة الأكل وبسبب التفكير الزائد وشريط حياته اللي عمال يعدي قدامه والإعدام اللي منتظره. طبعا اتسبب ده في انه تعرض لسكتة قلبية، او تعرض يعني لمجموعة من المشكلات في صحته، وده كان سبب انهم ينقلوه من ادارة السجن المستشفى. ومن هنا جات الشائعات والاخبار اللي تم تداولها، قالك بس يبقى محمد عادل مات وهم مش عاوزين يقولوا. بدأت الشائعات يتم تداولها على السوشيال ميديا بشكل كبير في الساعات اللي فاتت، ولكن زي ما بقول لحضراتكم كده، احنا اتأكدنا من المعلومة ان محمد عادل بكامل صحته، وطبعا يعني هو ما ماتش ولا اي حاجة، وبإذن الله النقد يتقبل ويتم اعادة القضية وفتحها من جديد، مش بس علشان محمد ياخد تخفيف، لأ، محمد اجرم ومحمد لازم يتحاكم، ولكن في شخصيات كتيرة جدا ليها يد في اللي حصل ما بين نيرة اشرف ومحمد عادل، ولازم القضية يتم اعادة فتحها علشان كل الناس اللي كانت سبب في المشكلة دي تحصل يتحاكموا ويتحاسبوا مع محمد عادل. عموما دي كانت كل التفاصيل اللي كانت معانا النهاردة. محمد عادل مازال على قيد الحياة داخل السجن، مفيش وفاة ولا في اي حاجة، دي كلها مجرد شائعات. شكرا لكم، سلام.